المرحلة دي احنا عديناها الحمد لله، واللحظة دي حصلت ان احنا نشوف العرض الخاص بتاع الفيلم، ومتحمسة له قوي عشان متأكدة ان هو دمه خفيف، ومتأكدة ان هو ان شاء الله يا رب يا رب يعجب الناس. كل حاجة فيه كانت حلوة من اول السكريبت، استاذ وليد، الكاست، الكواليس، كل حاجة كانت بصراحة الحمد لله بيرفكت. احنا في شبه مكان واحد كلنا، و كل واحد بتظهر شخصيته بقى الحقيقية وآراءه واختلافاته في المكان ده، فمن هنا بتبان بقى الكونفليكت والصراعات في نفس المكان. السكريبت حلو، المخرج مميز جدا وشاطر جدا، الكاست، فكل الكومبو ده بالنسبه لي كان ذا بيرفكت كومبو، فاكيد هي مش حاجه واحده بس اللي بتخليني جديد. مستنيه ان شاء الله عرض فيلم آلة شلبي مع ايتن امين، متحمسه عشان الكاست برضو لذيذ والفيلم دمه خفيف جدا جدا جدا. في استاذه ليلى علوي ولبلبه وسوسن بدر، في ناس كثيره قوي، مش عايزه انسى حد، بس في ناس كثيره قوي قوي قوي. وفستان الابيض برضو مع ياسمين رئيس، وفيلم الاستاذ مع استاذ شريف عرفه ومحمد امام. ومستنيه مسلسل معاويه ان شاء الله يتعرض مع استاذ طارق العريان. يا مسهل.